عيد الأضحى واحد العيدين عند المسلمين، يوافق يوم العاشر ذو الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة، الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج، وينتهي يوم 13 ذو الحجة. يعد هذا العيد أيضا ذكرى لقصة إبراهيم عليه السلام عندما رأى رؤيا أمره فيها الله بالتضحية بابنه إسماعيل، وبعد تصديقه وابنه للرؤيا أمره الله بعدها بذبح أضحية بدلا عن ابنه. لذلك يقوم المسلمون بالتقرب إلى الله في هذا اليوم بالتضحية بأحد الأنعام وتوزيع لحم الأضحية على الأقارب والفقراء وأهل بيتهم، ومن هنا جاءت تسمية عيد الأضحى. مدته شرعا 4 أيام على عكس عيد الفطر الذي مدته يوم واحد. فقد روى أبو داود والترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. وروى الترمذي في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. فمن هذا الحديث نستنتج أن العيد يومان، يوم للفطر ويوم للأضحى، لكن يلحق بالأضحى أيام التشريق 3، فيصبح مدته 4 أيام. ولهذا فإن جمهور العلماء يمنعون صيام هذه الأيام تطوعا أو قضاء أو نذرا، ويرون بطلان الصوم ولو وقع في هذه الأيام.